ما الذي يجب أن تلتفت إليه خطبة الجمعة فضيلة الشيخ؟ هل شكل الخطبة على مدار تاريخ المسلمين تغير وتبدل طبقا لطبيعة حياتهم؟ يعني شكل الخطبة منذ عهد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو هو على مدار حياة المسلمين، أم أنه الخطبة وطبيعة الحال يجب أن تتغير وتوافق أوضاعها طبقا لمقتضيات الحال؟ لا، هو الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، نعم، فكان كلامه موجز، وكان كلامه يعد على أصابع اليد، وكانت مواعظه صلى الله عليه وسلم ليست فيها إطالة، ولكن كان كما تعلمنا أنه أوتي جوامع الكلم. كانت لو عددت خطبة الوداع لعددت ألفاظ كلماتها، صحيح، ولعددت أيضا الدقائق التي قد تؤدى فيها خطبة الوداع في حجم خطبة الوداع، الحدث العظيم الكبير بمثل هذه الإمكانية يؤديه في دقائق. تطور الأمر إلى أن أصبح الخطاب له أنواع عديدة، خطاب سياسي وخطاب ديني وخطاب اجتماعي مجتمعي وخطاب يحاكي الواقع وخطاب طبي وخطاب اقتصادي وخطابات كثيرة جدا، لكن الإسلام جمع بين هذه الخطابات كلها. ولا يمكن أبدا أن الإنسان، طبعا في المرحلة الأخيرة بدأت الناس تطيل الخطاب، يصل إلى حد الساعة والساعة وربع وساعة وثلث، بما يعني يجعله يخل عن المعنى والمضمون الذي قد يؤديه أو الهدف المرجو من خطبة الجمعة. والبعض يرى أن ده شكل من أشكال التقرب إلى الله مثلا. لا أبدا، لأنك بالطبيعة أنت لا تستطيع، أنا لو أتحدث إليك في خطبة الجمعة وأنت تسمعني لا يمكن أبدا تركيزك يزيد عن تلت ساعة كتير، وهتشرد مني أكيد كتير. ضروري مش هتقعد تستمعني ساعة، لا يمكن. طيب الجزء اللي بعد التلت ساعة وشردت مني، أنا قاعد هنا بعمل إيه؟ صحيح، أنا بسمع مش بسمع، لأن شردت خرجت على الدنيا وبأقضي مصالح في الدنيا وأجري من هنا وأعمل هنا وسافرت، وأنا قاعد معاك حبيس. أنت تحبس المأمومين، أنت حبستهم وقفلت عليهم وأغلقت وألقيت المفتاح، لأنك لو خرج أو ترك الجمعة بطلت. نعم، فإذا لابد أن تترفق بهم. والخطاب الطويل إحنا بننعى عليه، لماذا؟ لأنه الناس قد يكونوا أصحاب الأعذار، مرضى، يعني لو مش هنخاطب المرضى على في خطاب الجمعة، لكن هنقول لو واحد مريض ومعك ألف أنت تراعي مصلحة المريض. الإطالة في الصلاة، قد تجد الإنسان يريد أن يقرأ في المغرب ربع وفي العشاء ربع وربعين، لماذا؟ من أما الناس فليخفف، ففيهم ذا الحاجة وفيهم ذا المريض. نعم، فلا يمكن أبدا أنك تأخذ الناس على أساس أنك الأصحاء فقط أنت الذين تخاطبهم، لا، أنت تخاطب الضعيف. والإسلام أمرنا عندما تخلو مع نفسك فأطل الصلاة كيفما شئت، أطل في سجودك، أطل في قراءتك، أطل في قيامك، لكن عندما تكون مرتبط بجماعة عظيم لازم تخفف. طيب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني حتى يجمع الناس، قال صلاة اثنين يؤمهم أحدهما خير من صلاة أربعة تترى، وصلاة أربعة يؤمهم أحدهم خير من صلاة ثمانية تترى. يدعو إلى الجماعة، فلا تجعل الناس تزهد في الجماعة وتتركها.